اليوم احنا الاطقم الصحفيه زي ما هي موجوده لتغطيه الاحداث الميدانيه واللي صارت وصل لمستشفى الشهداء الاقصى. كان في لنا دور حبينا نقوم فيه هي مساعده الاطقم الطبيه والعمال النظافه الموجودين في قسم الاستقبال والطوارئ، لان احنا ساعدهم في تنظيف هذا القسم نظرا لعدد الاصابات الكبيره اللي كان موجود خلال الساعات الماضيه. هو جهد اضافي، مبادره اضافيه بنحب نقدمها في سبيل نكون احنا موجودين على مدار الساعه مع الاطقم الطبيه. الله يعطيهم العافية الشباب. اسمع هذا هو المكان بعد ما تم تنظيفه، هذا هو المكان بعد ما قاموا اخواننا وزملائنا الصحفيين في التنظيف.